هذه المسألة يجب أن نتفق أولا ما هو الإرهاب أولا. هل الإرهاب هو من كل من خرج على نظام القذافي المقبور؟ هل الإرهاب هو كل من أراد إقامة العدل؟ هل الإرهاب هو أم هل الإرهاب هو من تاب لخليفة البغدادي أو خليفة حفتر؟ لا. الإرهاب الحقيقي هو التابع للخليفتين سواء البغدادي سواء الحفتر. هذا هو الإرهاب. الإرهاب هو قتل الأمينين. الإرهاب هو قتل الأمينين بالطائرات. الإرهاب هو ما يحدث الآن في قنفودة. الإرهاب هو ما حدث اليوم في درنة من اختطاف أحد القضاة. أحد القضاة داخل إلى مدينة درنة خطف من منطقة المرزم من قبل هذه القوات المجرمة